في أحدث بيانات البنك المركزي المصري أظهرت أن أذون الخزانة فقدت 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية، وذلك خلال 7 أشهر من بداية إبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي. وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة حوالي 210.2 مليار جنيه في نهاية أكتوبر، مقابل حوالي 380.3 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي. في المقابل ارتفعت استثمارات البنك القومي في أذون الخزانة منذ بداية إبريل وحتى نهاية أكتوبر الماضي بقيمة 115.5 مليار جنيه، لتصل إلى 166.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر. كما زادت استثمارات البنوك العامة في أذون الخزانة خلال 7 أشهر بقيمة 53.4 مليار جنيه. البنوك بطبيعة الحال لديها فوائد مالية ضخمة تحتاج إلى استثمارها. شاهدنا منذ فترة أكثر من عامين هناك زيادة مضطردة في حجم الودائع البنكية بفضل سياسة رفع سعر الفائدة على الودائع، وبالتالي هناك حاجة لمزيد من توظيف هذه الأموال. وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص خلال نفس الفترة إلى 22.7 مليار جنيه، لتصل بنهاية الفترة إلى 302.4 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وتعتبر الأزمات التي تواجه الأسواق الناشئة بالإضافة إلى المخاوف المتصاعدة من اقتصادات تلك الأسواق هما العقبة الأكبر التي تواجه الحكومة المصرية وتسعى للتغلب عليها من أجل جذب استثمارات جديدة لأذون الخزانة المصرية. للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم، القاهرة.